ومن لندن ينضم إلينا السيد نمير الهنداوي، الكاتب والإعلام العراقي، للحديث عن إصرار المتظاهرين في العراق على المضي بتظاهراتهم على الرغم من تمسك الميليشيات والأحزاب السياسية بالحل الأمني والاغتيالات ضدهم. بداية أستاذ نمير، نرحب بك معنا في هذه النشرة. حياكم الله. كيف تقرؤون إصرار المتظاهرين في العراق على المضي بتظاهراتهم وثورتهم على الرغم من كل ما يحيط بها من مخاوف ومن اغتيالات ومن استهدافات للناشطين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. رحم الله شهداءنا الأبرار، شهداء ثورة العراق. سيدي الكريم، الشعب العراقي كشف خدعة اللعبة الطائفية التي كانت تقودها الأحزاب الطائفية التابعة لإيران. فكشفت أنه العراق والشعب العراقي قدم الكثير، وما هي النتيجة؟ أصبح العراق في كارثة. لذلك الشعب العراقي الحمد لله والشكر أصبح على وعي تام أنه هذه الأحزاب هي أحزاب فاسدة، أحزاب مجرمة، أحزاب تختار الشعب العراقي، سرقت، نهبت. فلذلك أصبح المواطن العراقي والشباب العراقي لا يهابون كواتم الصوت ولا يهابون السلاسل والاغتيالات. نعم. فهذه مما يعني هذه المظاهرات تقلق سيدهم الشيطان الأكبر إيران، لأنه لو استمرت هذه المظاهرات بهذه الوتيرة فمن الممكن أن تثور مظاهرات احتجاجية كبيرة في إيران، مما تزعزع كراسي ملاذي طهران. نعم. طيب أستاذ نمير، عندما يعد الكاظمي مجددا بمحاسبة منفذي عمليات الاغتيال التي وقعت في البصرة وغيرها، إلى أي مدى يمكن الوثوق بوعود الكاظمي؟ ما الذي يمنعه من محاسبة مرتكبي الجرائم السابقة التي بقيت معلقة منذ بداية الثورة حتى اليوم؟ سيد الكريم، من استلم الكاظمي رئاسة الوزراء لليوم ما هي لم يقدم لا شيء جديد، بل استمر على نهج من قبله من رؤساء وزراء وأحزاب جاءوا للعراق. فالكاظمي هو جزء من منظومة الأحزاب والميليشيات المتسلطة على رقاب الشعب العراقي، فهو لا يقدم ولا يؤخر شيء، بل نعم. بل أما يزور عوائل الشهداء وكذا، هو ذرة مات في العيون ودغدغت المشاعر على اعتبار أنه كان نعم. ناشط في مجال حقوق الإنسان وما شابه ذلك، ولكن في حقيقة الأمر الكاظمي لا يؤخر ولا يقدم من تدخل إيران السافر بإعطاء الأوامر للميليشيات باغتيال الناشطين العراقيين. نعم. السؤال يدور الآن عن إصرار الميليشيات والأحزاب الموالية لإيران على المضي بتحريك فرق الاغتيالات الخاصة بها كما يتهمها الناشطون. ما الخطر الذي يشكله المتظاهرون على الميليشيات والأحزاب، ولا سيما أنهم سلميون ليس لديهم أسلحة أو يشكلون خطرا على هذه الأحزاب والميليشيات؟ أنا كما ذكرت قبل قليل، الأحزاب الطائفية بالعراق الحاكمة مجموعة لصوص ومجرمين وقتل من يحكم العراق تابعين لإيران، لما يثور الشارع العراقي ويؤمن بأنه الطائفية كانت خدعة أرادوا تمريرها على الشعب العراقي وانتفاضة الشعب العراقي ضد مثل ما يقول ضد هؤلاء، كسر حاجز الخوف عنده، ونلاحظ أنه حرق ودمر مباني لأحزاب تابعة لإيران في المحافظات الجنوبية العراقية الباسلة. فالقلق ليس فقط إيران، بل القلق قيادة الأحزاب والميليشيات من ازدياد هذه الثورة، فذلك يحاولون بقدر الإمكان يحاولون اغتيالات وتخويف الشارع العراقي. وهنا أرجع، أين هو رئيس الوزراء؟ ما هو دوره؟ أما يجي يقول أنا أحاسب أضحوك، يقول الكاظمي يعني انه
يتعهد سنجعل قتلة الناشطين عنوانا للعدالة، أي عدالة؟ ما هو جزء من هذه الأحزاب. وهناك يعني وهناك كما تعرف أستاذ نمير فشل حكومي واضح في إدارة الملف الأمني على سبيل المثال، في عجز القضاء عن محاسبة قتلة المتظاهرين كما حصل مع المصلين الذين قتلوا في مجزرة جامع مصعب بن عمير. السؤال عما تبقى من شكل الدولة العراقية في ظل هذا الانفلات وهذا السلاح الميليشياوي. الدولة هي هو لا شيء، لا شيء اسمه هناك دولة عراقية وقوانين عراقية وسيادة بلد، لا يوجد. هناك انفلات أمني، ميليشيات، مجموعة من المرتزقة يتصارعون، يتسابقون في الحقيقة لقتل الشارع العراقي وإسكات الشارع العراقي، وفي نفس الوقت يقاتلون فيما بينهم. هنالك السؤال أحب أن أطرحه، لا يوجد ملف فساد في العراق كما يقولون أنه الكاظم سيفتح هذا الملف ويحاربه. هناك أحزاب وميليشيات قليلة بحقها إطلاق كلمة فساد ومجرمين. فاضحوك انه يقولون انه الكاظمي يعني عنده ملف امني وسيلتزم بالملف الامني وكذا ويتعهد. الكاظمي كما كسابقه جاءوا لهم دور معين وينتهي دوره ويخرج. لذلك تعتمد لجنة التظاهرات على نفسها وعلى الشعب العراقي من خلفها، وتدعو الهيئات والقوى والشخصيات الوطنية، وتدعو أيضا شيوخ العشائر في العراق إلى التحرك للتضامن معهم وإسنادهم، ولمحاولة مساندة حقيقية وخاصة في محافظتي البصرة وذي قار. هل تعتقد أن هذا التحرك الشعبي يمكن أن يساهم في تقوية هذا المد الثوري؟ بكل تأكيد هذا التحرك. نعم أستاذ نمير، انقطع صوت. معه الأستاذ نمير الهنداوي الكاتب والإعلام العراقي من لندن، شكرا جزيلا لك.